ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا مرحبا بكم في مؤسسة الكرم أبو سعيد، هي مؤسسة حديثة العهد فتحت أبوابها في مطلع الموسم الدراسي الحالي 2020-2021 رغم الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بأسره من جراء جائحة كوفيد، إلا أن صاحبها أبو سعيد أبى إلا أن يفتتح هذا الصرح التربوي متحديا جميع العراقيل، وذلك لإنعاش هذا القطاع لينضم إلى مجموعة القطاعات التي أخذ على عاتقه مسؤولية إدارة عجلة الاقتصاد بهذه المنطقة عن جدارة واستحقاق. والمشهود عن الحاج سعيد إلى أنه لا يقبل إلا بالجودة، فهذه المؤسسة رغم حدثة عادها إلا أنها استطاعت خلال هذه المدة الوجيزة أن تحقق صدى طيب لدى ساكنة مدينة مارتيل ووقع حسن في نفوس آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، لأنه حريص على استقطاب طاقم تربوي كفء يشهد له بالكفاءة المهنية والجدارة سواء عن طريق وزارة التربية الوطنية والمديريات والأكاديميات الجهوية التي تم استقطابهم منها. هناك أساتذة من فاس ومكناس ومن تازة ومن دار بيضاء، بالإضافة إلى أساتذة من مدينة تطوان ومرتين. إذن هذه المؤسسة تتواجد بمجمع الكرامة بوسعيد مرتيل على مساحة إجمالية 4054 متر مربع. المساحة المخصصة لساحة 827 متر مربع. عدد الحجرات بها 60 حجرة. عدد المرافق الإدارية 4 مرافق وهو ما يسمى الجناح الإداري. مرافق صحية 26 مرافق صحي. الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة هي 1445 تلميذ وتلميذة. تتوفر المؤسسة على مسرح مجهز بمعايير عالية الجودة وعيادة طبية، مكتبة مجهزة بنفائس الكتب، مراعية جميع المراحل العمرية لمختلف المستويات والأسلاك، قاعة للاجتماعات، قاعة للأساتذة، مسجد، مكتب الاستقبال والإرشادات، كما قلنا جناح إداري. بالنسبة للسيكل الأولي فقد خصص له جناح متوفر على قاعة الألعاب مصادق عليها من المصالح الصحية، والقاعة مزودة كذلك بمرافق صحية. كل فصل دراسي لسلك التعليم الأولي مجهز بتجهيزات ذات جودة عالية من حيث الطاولات والكراسي وكذلك السبورات التفاعلية والأركان التربوية. ونفس الشيء بالنسبة لجميع الأقسام فهي متوفرة على سبورات تفاعلية ومزودة بصبيب الانترنت، بالإضافة إلى أن المؤسسة اقتنت منصة التدريس عن بعد حتى وإن عبر معظم التلاميذ عن رغبتهم في الدراسة حضوريا، إلا أننا نسجل الدروس في كل حصة نسجل جميع الدروس، ويمكن لأي تلميذ تغيب بسبب مرض أو وعكة صحية ألا يحرم من دروسه وأن يكون متواجدا عبر تقنية المباشر. المؤسسة تتوفر كذلك عن جناح خاص بالإطعام وقاعة للتربية البدنية، ناهيك عن الشراكة التي تجمعنا بالقاعة المغطاة التابعة للحي الجامعي. والحاج سعيد لا يبخل علينا كلما يطرح في الساحة التعليمية أو في سواء من تجهيزات تكنولوجية أو من أي شيء، إلا ويوفر لنا كل جهده وطاقته ووقته من أجل أن تتبوأ هذه المؤسسة المصاف الأولى وتكون معلمة في مدينة مارتيل ولما لا في الجهة ككل، لأن كل شروط النجاح متوفرة. ونحن كطاقم إداري لا نرضى إلا بالريادة، ولله الحمد لنا تاريخ في مجال التربية والتعليم يشهد على التحديات وعلى الصعاب التي قطعناها من أجل أن نرفع بوتيرة الحياة المدرسية وأن نحرص على الجودة، لأن الجودة هي في الأول وفي الأخير. وكذلك المؤسسة حارسة كل الحرص على أن تتواصل في كل حين وآخر مع آباء وأولياء أمور التلاميذ
جيد. حتى الحالات الصحية الصعبة نحن نتواصل مع الأطباء المشرفين عليها، مثلا بعد حالات طيف التوحد أو ما شابه ذلك. لهذا من هذا المنبر أولا أشكر القائمين على إعداد هذا الروبورتاج، وعلى رأسهم السيد المخرج ربيع عبد الصمد والطاقم التقني المرافق له، كما أشكر الأستاذ محمد علي سليمان المكلف بالجانب التقني بالمؤسسة. أشكر جميع العاملين بالمؤسسة من طاقم الخدمات والأعوان والسائقين والمرافقات إلى غاية الأساتذة، سواء مربي السلك الأولي أو أساتذة التعليم الابتدائي وكذلك أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، لأننا بحق استطعنا خلال هذه المدة الوجيزة أن نكون فريق عمل واحد، لا نكل ولا نعمل ولا نمل، وإنما نعمل كخلية نحل من أجل إدابة الجليد بين التلاميذ وأساتذة وكذلك رد الهوة التي كانت مؤخرا أو شهدها قطاع التعليم الخاص من خلال كثرة الملاحظات عليه أنه يقدم منتوجا هزيلا. لكننا نقول نحن على العهد باقون، وأننا كل عهد قطعناه لكم إلا وسنحرص على تحقيقه، لأننا كما قلت لا نرضى إلا بالريادة والجودة. شكرا لكم. Thank you.